الخطوط تاعها 120 متر كيب 120 متر كيب في الساعة. عندها الميكسر تاعها الخلاط 203 متر في الليشين واحد. ساتيا جيبون شركة أسست سنة 2018. المساحة تاعها الإجمالية اللي هي 6852 متر مربع. قدر تكلفة المشروع 18.2 مليار سنتيم. وهذا المخطط تابع الماكينة في الماكينة طريقة العمل كيفاش يكون. وعندنا اللي في الفلاريا اللي في الخطوط الميزة كريكاسة ديال السلعة تاعنا. قبل تفوت السلعة تاعنا تدخل للميزة من بعد تفوت اللي تاني اللي هي هناك، حنا نقوموا بأخذ عينات من